السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكل المشتركين معنا بالقناة، نقولكم شكرا جزيلا على كلامكم الرقي في التعليقات، نشكركم بزاف بزاف، يعني نشكركم واحد واحد. أحبائي إخواتي خوتي اللي راهم معنا في القناة، اللي راهم أوفياء في القناة، نرحب بكم وألف مرحبا. إن شاء الله الفيديو نتاع اليوم يلقاكم كامل لاباس عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساوش تديروا جام جام كامل، نحبكم تديروا جام وخلي يعني تعليق محفز هكذا باش نعطي لكم يعني أكثر حاجة نحبها وأكثر حاجة تنجح معايا راح نبارتاجيها معكم بإذن الله. ما تنساوش ديروا لي جام. كما راكم تشوفوا يا البنات، اليوم جبت لكم وصفة فطيرة التفاح مرشوشة كما راكم تشوفوا بالسكر، درت سكر كريستاليزي اللي زاد عطالها واحد المنظر وواحد الإحمرار كما راكم تشوفوا، راهي تشهي ويا البنات صدقوني راح يعطي لها هذاك السكر منظر جميل بزاف ومحمر جدا ومميز للوصفة نتاعنا. نتمنى تعجبكم، وكيما على بالكم يا البنات راني نبارطاجي معكم غير الوصفات اللي راهم مجربين وناجحين. في وصفة اليوم مشاهدينا الكرام قابلتكم بالورد، شكون اللي كيما انا يقابل المشتركين نتاعو قولوا لي بالورد. قابلتكم بالورد الأبيض وبالورد الأحمر، إن شاء الله تكون كل أيامكم ورد وكل أيامكم فرح وكل أيامكم سعادة يا رب، قولوا آمين آمين يا رب العالمين. شاركتكم بالورود، ما أجمل الورود، إن شاء الله تكونوا كل وردة هذه المفتحة اللي راكم تشوفوا فيها، آمين رب العالمين، إن شاء الله تكونوا أوفياء للقناة بإذن الله بإذن الله أحد ان شاء الله. شوفوا انا كي نتهلا في المشتركين نتاعي، ان شاء الله تكون كل ايامكم ورد وكل ايامكم فرح وكل ايامكم سرور. روحوا مباشرة للوصفة البنات. اليوم في الوصفة تاع اليوم عندنا التفاح. نتعرف مشاهدينا الكرام على المقادير، كما راكم تشوفوا نحتاج البيض، نحتاج 3 حبات نتاع البيض، يعني وصفة اقتصادية بزاف بزاف. نحتاج الى زبدة مذابة، ونحتاج الى القليل من لافاني هكذا باش تنحي لنا الريحه ولا الزفاره نتاع البيض. نحتاج الى الطحين الابيض كما راكم تشوفوا معي، النوعيه يعني تكون بيضاء وتكون صافيه. هذه هي البنات. حنا نحتاج ايضا الى السكر الناعم كما راكم تشوفوا، انا خبيته في هاد لابواط يعني باش يقعد معي متماسك، يعني ما يتحجرش معي السكر. نذهب مباشره الى الوصفه. ما تنساوش قبل البنات ديروا لي لايك هكا باش تشجعوني، وخلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما، يعني نوعدكم اني نقرا كامل لي كومونتير. البنات هنا نبدا في الوصفه مباشره. راح نحضر البنات بول او اناء راح نبدا فيه الوصفه نتاعنا هكذا باش تبان الخدمة نتاعي نقيقية ومتحوفة، يعني وتبان شابة وتحلى أيضا في العين. نحتاج إلى البيض، البيض نحن قلت لكم دايما نحتاجه بدرجة حرارة الغرفة. أنا عملت 3 حبات بيض وعملت 5 ملاعق كبار سكر ناعم. هذه هي البنات باش تجيكم لا طخت نتاعكم ولا الفطيرة باش تجي خفيفة وهشيشة. لازم نخلط مليح هذاك البيض والسكر يعني بالباتور، ونزيد نحط كمية نتاع لافاني هكذا باش تتنحى لنا الزفرة نتاع البيض وباش ما تقعدش الريحه تاع البيض هكا في الفطيره نتاعنا. راح نخدم بالزبادي، هذه علبه تاع ياغورت، يعني شوفوا الذوق اللي تحتاجوها البنات ولا الذوق اللي تستحسنوه يعني في الوصفه نتاعكم ديروه. انا درت الاناناس، عفوا درت الكيوي، درت الذوق الكيوي. هذه هي البنات، انا خلطت كل المقادير كيما راكم تشوفوا بالباتور لانه راهي سخانه، وانا كي نجي نعمل الوصفه تاعي نحب نكملها في اسرع وقت، يعني بالباتور يعني راح تسهل عليا وننظم وقتي. كيما راكم تشوفوا انا هنايا راح نحط الكميه نتاع الطحين نتاعي الابيض اللي هو الفارينه، انا راح نحطه يعني بالعقل، يعني ما حنحش نحط الكميه كامله، راح نحط بالعقل حتى نهوي هذاك البيض كيما راكم تشوفون، هويها مليح في السيار. ومن جهه ريحه مديت لها سنوات تدهنها بالزيت، يعني اللي راح نحط فيها الفطيره على الاقل يعني نعودوهم هكا على باش يطلعوا على الوصفه، على الاقل تكتشف المكونات تمس بيدها، ما حاش يعني نطبحها للنار ديراكتومون، ولكن نحب هكا تكتشف الوصفه وش فيها المقادير اللي فيها، تلمس المقادير على الاقل، يعني نعودوا ولادنا على الحوايج الحلوين هما الاولين. دونك بحكم انها مازالت صغيره شويه على المطبخ، لكن نحب تكون معايا كي نعمل وصفه حلوه. هذه هي
أنا هنا بعد اللي خلطت البيض مشاهدينا الكرام جيدا هكذا حتى يعطيني الهشاشة المطلوبة في الكيك نتاعي كما راكم تشوفوا هنا وباش يعطيني نتيجة مرضية. أنا هنا كنت ضفت الفرينة البنات ومن بعد لقيتها ما تماسكتش مليح ضفت لها الكمية المتبقية نتاع الفرينة. أنا ما نحبش نحط الفرينة دفعة واحدة هكا باش ما تتعجنش الكيكة ولا الطرطة نتاعي كي طيب، لازمني الفرينة راح نحطها بالدفعات كيما شفتوا معايا، يعني ما نزربش عليها، ناخذ وقتي كامل مع لاطوخت نتاعي. كيما يقول لك الحاجة البنينة تطول، كيما الشغل المليح يطول الحاجة البنينة تطول، ونوسع بالي معاها. كيما راكم تشوفوا البنات هنا انا حطيت الخميره كيميائيه، هذه الخميره كيميائيه، انا حطيت علبه واحده هكذا باش تتنفخ لي الفطيره تاعي وتعطيني شكل ولا اروع. صدقوني البنات هذه فطيره من الفطائر اللي راهي ناجحه معايا، وكنت معتمدتها يعني عندي زمان، حبيت نشاركها معكم اليوم لاني نحب نشارك معكم واش نخدم في اليوم ولا واش نعمل في اليوم كوصفات ولا واش نعمل في نهاري، يعني نحب نبارطاجيهم معكم لاني توحشت تعليقاتكم الجميلة. هنا البنات راح نضيف الزبدة. أنا الزبدة هذه راني درت المارغارين عادي البنات، أي نوعية يعني تاع زبدة، وشنو تكون ما تكونش فيها الماء، يعني تكون كيما راكم تشوفوا صفرة وتشهي. راح نحطها يعني بالعقل بدفعات، ما حاش نحطها يعني كاملة، راح نحط بشوية بمساعدة الرحاب طبعا، راح نحط بالعقل هكذا حتى تتشرب لي كامل الفرينة هذيك الزبدة هكذا. البنات انا حطيتها على يعني اتخوافوا يعني على 3 مرات، نحط ونخلط حتى يتشرب لي الخليط نتاعي كامل هذيك الزبدة. البنات شوفوا انا كيفاش راني نخلط، لازم ملعقة خشبية، انا ما نستعملش الباتور في هذه المرحلة. هذه هي اللي قعدت لي الزبده اللي قعدت لي الاخيره انا حطيتها، ونزيد نخلط كما راكم تشوفوا هنا الخليط راه اصبح املس وما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني شوفوا الخليط نتاعي ماهوش ثقيل بزاف وماهوش خفيف، انا الخليط عجبني يعني صراحه بزاف بزاف بزاف، بامر من الله راح تنجح معنا الوصفه. شوفوا البنات كما راكم تشوفوا انا الصينيه هذيك راهي دهنتها لي بنتي كما يلزم، انا راح ننزل كامل الخليط نتاعي. شوفوا ما شاء الله والله يا البنات غير وصفة ناجحة، وعطيتكم يعني كامل المكونات وكامل المقادير كيما راكم تشوفوا فيها، يعني جربوها لأولادكم وفطروا بها يعني في المساء مع الأحباب مع الأولاد، والله العظيم غير شوفوا الخليط راه ما شاء الله. الإضاءة يعني ماهيش مليحة عندي أنا في المطبخ لأني عندي هذيك اللمبة هذيك اللولبية ما تضويش مليح، لكن يعني بإذن من الله سبحانه وتعالى راح تنجح معكم الوصفة لأنها مجربة وناجحة. يا أخي على بالكم البنات أنا نجيب لكم غير الوصفات المجربة، جربوها إن شاء الله راح تنجح معكم. أنا هنا نروح لمرحلة تقطيع التفاح، كما راكم تشوفوا أنا غسلته وراه نقيقي راه ما شاء الله، نقطعه إلى شرائح، شرائح البنات راح تكون رقيقة، وراح نكمل التفاح ونرجع لكم. ما تنساوش اللايك فقط البنات لأنه يشجعني ويحفزني باش نحط لكم وصفات أكثر. شوفوا يعني السمك نتاع التفاح ماهوش خشين بزاف وماهوش رقيق، فقط كي نجي نقطعو ننقيها كامل داخل، نحيلو هذاك العظم ونقطعو الى شرائح. ان شاء الله تنجحوا في وصفة اليوم يا رب العالمين. نكمل تقطيع كامل التفاح نتاعي اللي عندي، هذه هي سيدتي، والان راح نقوم بخطوه يعني راح نستف التفاح يعني على كامل التورته نتاعي. يعني هنا صورت معكم طريقه يعني كيفاش راح نحط التفاح الفاطره، لانها طريقه هذه جد مهمه، تبعوني البنات راح نمد لكم صدقوني كل تفاصيل واسرار هذا الطبق ولا هذه الفاطره اللذيذه، وكيفاش يعني راح تجيني بنينه وتعطيني لا كولور دوغي هذاك اللي شفتوه معايا في اول الفيديو. بابيكم
المطبخ مطبخكم. وسلامي الحار لكل المشتركين معنا في القناة، وسلامي الحار للمشتركين أيضا الجدد. تعليقاتكم راهي ما شاء الله. نقول لكم مشاهدينا الكرام، الإنسان الطيب والإنسان المحترم راهو يبان من التعليق نتاعو المحترم. بارك الله فيكم وزادكم رزقا يا رب العالمين. أنا هنا البنات بعد ما كملت كامل التفاح نتاعي على وجه الفطيرة نتاعي كما راكم تشوفوا راهو شهي. البنات شوفوا هنا عليها قعد لي التفاح أبيض لأني حطيته في آخر مرحلة حتى كملت الخليط نتاع الفطيرة نتاعي باش قطعت التفاح ويقعد لي يعني أبيض. هنا حطيت عليه الزبدة. هنا الزبدة وش الدور تاعها؟ راح تحمر لي الوجه تاع الفطيرة وتخلي لي التفاح تاعي تخليه لي على يعني على اللون تاعو الموحد، يعني خلاته لي أبيض كما شفتوا معي كما طاب في الفيديو الأول. هذيك الزبدة يعني هي اللي تخلي لي اللون تاع التفاح يبقى أبيض. هنا بعد ما حطيت أسمن كامل على وجه الحبة تاعي تاع التفاح، أنا رشيتها بحبيبات من السكر كريستاليزي هكا باش تعطيني منظر شباب كي طيب معايا. يعني هذه الفطيرة بالذات أي ماهيش راح ماحش نخمرها، راح نحطها ديريكتومون يعني نحطها مباشرة تطيب لي في الفرن. هذه هي البنات أنا كمية السمن اللي حطيتها ولا كمية الزبدة اللي حطيتها والرشات السكر هم اللي رايحين يعطيوا لي يعني البنة والذوق في هاد لاطوخت. يعني كل ما نزيدوا الكمية نتاع الزبدة ولا كل ما نحطوا الزبدة كل ما راح تعطيني نتيجة رائعة وذوق بالفعل مميز. هذه هي طريقتي في عمل الفطيرة، إن شاء الله تكون تعجبكم وتنال استحسانكم. راح نحطها على درجة حرارة متوسطة وتطهى يعني لمدة 25 دقيقة. هنا بعد اللي خرجت الفطيرة نتاعي من الفرن طيبتها حوالي كما قلت لكم 25 دقيقة، شعلت عليه يعني من الفوق ومن تحت حتى يدخل له الطياب من كل الجوانب. الفطيرة نتاعي كما راكم تشوفوا راهي حميمرة راهي تشهي ما شاء الله. انا نعاونها بالسكين كما راكم تشوفوا حتى نقدر نقلبها يعني على الوجه نتاعها. راهي ما شاء الله البنات شوفوا صدقوني انا عطيتكم كل افكار تاع الوصفه تاع اليوم. شوفوا كيفاش راهي حميمره راهي ما شاء الله. وهاد الفطيره بالذات لازم تجي حمراء لازم تجي دوغي، وراح نسقيها الفطيره تاعي بالشربات بالسيرو نتاع الاناناس نتاعي. كانت عندي علبه اناناس هكا باش تجيني خفيفه ما تجينيش حلوه بزاف. وانتم حبيتوا يعني تسقيوها بالشربات كيما حبيتوا، انا كان عندي هاد السيرو. سقيت فقط التفاح من الفوق هكا باش يعطيني امبريونس من الفوق. وانتي حبيبتي وافكارك وتميزك في المطبخ نتاعك انا عطيتك فكره، وانتي ما عليك الا تجربتها صدقيني راح تجي بنينه راح تجي ولا اروع. وما تنسيش تدعي لي بالخير وما تنسيش اللايك لايك البنات حطوا لي اللايك هكا باش باش تحفزوني باش نزيد نحط لكم يعني وصفات اكثر ناجحه. انا راح نقطع الوصفه تاعي البنات راني نقطع فيها وهي سخونه، نتوما خلوها تبرد من بعد قطعوها. شوفوا هنا يا ما شاء الله شوفوا القوام نتاعها، يعني وريتها لكم كيفاش جات لداخل جات ما شاء الله راهي خفيفه 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 خفيفه. شوفوا البنات وعطيتها انا تحميره من تحت، هذه الفطيره بالذات راح تجيكم بزاف حمراء. شوفوا البنات هكذا باش تكاسي والتفاح لازم تجي الفطيره لازم تجي محمره. الله الله شوفوا البنات راهو شكلها ما شاء الله راهي تهدر على روحها لا حول ولا قوة إلا بالله. اشترك في القناة ليصلك كل جديد، نريد أكبر عدد ممكن من الإعجابات. أتمنى من كل واحد يشاهد فيديو اليوم يشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات كي يصلكم جديدي من الوصفات. إن شاء الله استمتعتوا بفيديو اليوم، ما شاء الله خرجت تحفة ووحدة الرائحة راهي معبقة الكوزينة ما نحكي لكمش. إلى اللقاء.